قصة قبل النوم. هاي، مثل العادة إجا وقت قصة جديدة ودايما من الكتاب المقدس. قصتنا لليوم بتحكي عن شاب غني كبير كان عنده كتير من الأموال. اسمعوا منيح القصة. القصة بتقول إجا شاب لعند يسوع وقال له: يا معلم، شو لازم أعمل حتى نال الحياة الأبدية؟ شو لازم أعمل إشياء صح حتى نال الحياة الأبدية؟ فأعجبه يسوع وقال له: ليش عم تسألني؟ أنت بتعرف لازم تعمل بكل الوصايا. فقال له الشاب: أي وصايا؟ جاوب يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، أحب قريبك كنفسك. فقال له الشاب: عملت بكل هيدي الوصايا، لكن حاسس إنه في شي ناقصني. أرجوك يا يسوع ساعدني تعرف شو ناقصني حتى نال الحياة الأبدية. فرد يسوع وقال: إذا حابب تكون كامل، روح وبيع كل شي عندك، كل ما تملكه، ووزع ثمنه على الفقراء، وهيك بيكون عندك كنز بالسموات، وتعالى واتبعني. لما سمع الشاب هيدا الكلام مضى حزين كتير، لأنه كان عنده أموال كتيرة. وآخر شي نظر يسوع للتلميذ وقال لهم: كتير صعب دخول الأغنياء إلى ملكوت السماوات، لأنه في كتير من الأغنياء بيكونوا كتير حابين أموالهم أكتر من أي شيء تاني، أكتر من الله وأكتر من كل شيء، فكتير صعب يتخلوا عن كل هالممتلكات والأموال ويتبعوا الله ويتبعوا طريق القداسة ويتبعوا مشيئة الله بحياتهم. هذه هي قصتنا لليوم. إجا وقت أنا وياكم نصلي ونقول له: يا رب ما تخلي يكون شي رقم واحد بحياتنا، لا الأموال ولا الشهرة ولا الجمال ولا الأشياء الحلوة، لكن أنت يا رب. أرجوك يا رب عطينا أنه أنت تكون الأول والآخر، ونحن نترك كل شي ونتبعك لأنه منحبك، باسم يسوع المسيح، آمين. وهلأ لازم ذكركن إنه في كتير قصص هي من نصيبكن إذا كتبتولنا على العنوان الموجود قدامكن على شاشة التلفزيون. قصص مثلاً مثل السامري الصالح أو غيرها من القصص اللي هي موجودة بـ Set 7 Kids وهي من نصيبكن إذا كتبتولنا. فكتبولنا على العنوان ونحن رح نرسلكن هيدي القصة وكمان قصص كتيرة نفس الشي وكلها من الكتاب المقدس. وهلأ بقلكن باي، لكن بذكركن أنه بالأيام الجاية رح خبركن قصص أكتر وأكتر من الكتاب المقدس، فترقبونا. باي.